السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك شيخ مصطفى. تفضل. شيخ مصطفى، أنا كنت كان معي مبلغ من المال وكنت بدي أفتح مشروع، فاستلفت فلوس من ناس. والمشروع للأسف خسرت الفلوس بتاعتي والفلوس تبعت الناس. طيب، الله يعوضك. والناس كلها عم تطالبني بالفلوس دلوقتي. يعني أنت تسأل عن القرض الربوي. سألت حضرتك المرة اللي فاتت وحضرتك قلت لي إنه حرام. ما هو حرام إلا إذا كنت ستحبس. يكون ضرورة. الله قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. طيب، المبلغ اللي أنا التجارة هاي خسرت معها الآخر، والمبلغ اللي فضل من التجارة هاي ما بيكفي حتى لشخص واحد. أنا قلت لك إجمالي القول: كل شخص يقدر ضرورته. واضح الكلام؟ واضح. لغاية انه ممكن انا اتجن هون، ممكن اقدر تسجن او تضيع او ترمى في الشارع، اولادك يرموا في الشارع ويخرجوا من السكن. بعض الناس الضرورات. قد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. الله يجزيك الخير يا شيخ. الله يجزيك الخير.